السلام عليكم، صباحكم بالخير. صبحتوا ان شاء الله، صبحتوا بخير، وليداتكم ولا فامي تاعكم كامل ان شاء الله صبحوا بخير. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم جات على بالي لا بيتزا، بصح اليوم راح ندير لكم ان بيتزا مي سي ديفيرون ان بيتزا غولي. مرحبا بالجدد اللي دخلوا للقناه جدد، ان شاء الله تعجبهم قناتي ويشتركوا. ديروا لي لي جيم بزاف يا ميزابوني، ديروا لي لي جيم لي جيم لي جيم، وبارطاجيو مع اصحابكم ومع احبابكم في الواتساب في الفيسبوك في كل شيء. هكذا الفايده كامل للناس، الناس الكل يستفادوا. فوالا نبداو على بركه الله. نوري لكم المقادير بور لا بات. عندي هنا لا فارين، عندي 400 غرام فارين، انتوما ديروا على حسب عائلتكم. عندي 400 فارين، وعندي 400 غرام فارين، وعندي لا مواتي دي فير دو سيمول فين. فوالا عندي هنا الخميره ان كويغا سوب مع ان كويغا سوب دو سكر، درتها تطلع. عندي الحليب ان فير دو لي اتيت. عندي 3 كويغ ويل دوليف و ان بيتيت كويير دي سال. عندي هنا شويه تاع الزعتره، نحب نديرها في لاباط، هذه تمد واحد الكو ما شاء الله. هكا نديرها مع لاباط، هكا مع الفارين. هذه بالنسبه للاباط. بالنسبه للحشو، عندي فلافل، عندي الفلافل ثلاثه الالوان، تحبوا ديروا لون واحد، تحبوا ديروا الوان، ديروا واش عندكم في دياركم. عندي اون طوماط نحيت قطعتها، نحيت لها الزريعه وقطعتها. عندي بصله هنايا، وعندي لا مواتي دو بلون بولي قطعته رقيق كيما هكا، قطعوه رقيق باش ما يقطع لكمش العجينه تاعكم. عندي لاي لو ثوم بودره، نتوما لا حبوا لا عندكم لو فري ديرو فري طاي. وعندي طوماط سيشي. فوالا نفوتو نخدمو لاباط ونكملو. بسم الله، نحطو لافارين تاعنا، نزيدو لها لا مواتي دو فير دو سيمول فين، نزيدو لها ويل دوليف. نزيدو لها الخميرة، خميرة والسكر. هنا أنا راح نستعمل يدي، ما حبيتش نستعمل الفتخة هكا باش الناس الكل يقدر هو يديروها لي لاباط. كاين اللي ما عندوش الفتخة يدير ونبداو نخلطوها كيما هاك. نديرو لها الحليب، نبداو نلموها بالحليب كيما هكا. العجينة تاعكم لازم تكون طرية باش تجيكم البيتزا تاعكم خفيفة. إذا ما كفاكمش الحليب صادي بوا لافارين تاعكم، ما كفاكمش الكاس تاع الحليب زيدو لها شوية ماتياد. معليش انا جوي بوا سي جاج جوت لو با. في هذه المرحله في لافا نزيد لها المغرفه الصغيره تاع الملح. جامي ديروا الملح مع الخميره باش ما تروحش فعاليه تاعها، باش تطلع لكم لافات. انا نعجنوها شويه، ومن بعد نخليوها ترتاح. بعد ما عجنت العجينه تاعي انا حتى نعت كيما هكا، عت ما تلصقش، عجنتها واحد 4-5 مينوت حتى عت ما تلصقش كيما هكا. نديروها اون بول، نجيبو اون سالادي كيما هكا، نرشوها غير بشويه بالزيت باش ما تلصقناش لافات. نحطو لاباط تاعنا ونخليوها تريح بوندون اون اوغ.
في هذا الوقت حنا نروحو نديرو لا فارس. بون هنا نجيو نحضروا الحشوة تاعنا، ما بين راهي العجينة تاعنا تطلع نجيبو نحضروا. ندير درت شوية زيت هنا، انا درت هيل دوليف، نتوما ديروا الزيت اللي حبيتو. نخليو شوية هذا الفول تاعنا، كي نجيو نقليو الدجاج تاعنا نديرولو لو فو فور هاكا، ما يطلقش الما تاعو، يبقى محتفظ بالما تاعو، ما يطلقش، ما يفسدتلناش لاصوص. هنا شوفو كيفاش راهو الفولي تاعي، راهو السما راهو نص طيب. هنا نزيدولو الخضراوات، نبداو كلو، حطولو كلشي، الخضرة اللي قطعناها رقيقة، البصل، الفلافل، الطوماطيش، نحطو له كامل الخضرة. انا جادور تكون هكا الالوان بزاف، جادور. نقليوهم هكا مع الفولي تاعنا، نجي نديرو لهم لي زيبيس. نديرو شويه ملح، نديرو فلفل اسود، نديرو شويه كركم، انا نحب نزيد لها شويه كمون، شي بزاف، لو جونجونغ. هنا نزيد لها الثوم بودره، ولا عندكم الثوم فخي ديروا الثوم فخي، انا حكملي تفنيين. واش نزيد لها الاخر؟ نزيد لها البابريكا، اللي يحب الحار يزيد الحار، انا نزيد لها شويه تاع حرور هكا. خلاص هنا نحبسوا لي زيبيس، فيها بركه، نخليهم حتى يطيبوا ينشفوا من الماء تاعهم. خلاص باش تجيب، باش لاصوص تاعنا تجينا ناشفه لازم نغطيهم هنا ونخليهم يطيبوا، نكملو من بعد. دونك الحشو تاعنا هنا راه طاب، ما نخليوش حتى يعود حتى يذوب. خلاص خلاص كيما هكا نحبسو الطياب هكا. انا درك نخرجو للبالكون يبرد على جالكم، باش نزرب ندير لكم لا بيتزا ونرجع لكم. هنا نجيو العجينة تاعنا، شوف العجينة كومون اللي باهي ما شاء الله، طلعت دوبل. لا نحطها في البلون تخاباي تاعنا، ديرولو شوية فارينة. إن أستيس أنا شريت هذو ودايرة فيها الفارينة، هكذا تجيني براتيك بور فيغ لا بيتزا ولا نيمبورت عجينة. ونحطو العجينة تاعنا هنا، ركاد ركاد لي لومبول هادي، ركاد تالمون هادي، الي بيان اي بيان الفي، الي مانيفيك. ميم هادي لا بيتزا لا بات تقدروا ديروا بها البات بوت، ديروا بها كيما حبيت. فوالا حنا نديروا لها نديروها امبول كيما هكا.
ندير لها شويه فرينه باش ما تسقناش من دو كوتي هكا. نجيبو الرولو تاعنا ونطرحوه كيما هكا. انا كنقل نطرحها ونعاود نمر لكم. راكم تشوفوا العجينه تاعي كيفاش طرحتها، طرحتها مستطيل وقاطي. هنا نجيو نديروا لها لا فارس تاعنا. تو دابور نديروا لها الفرماج على كامل السطح تاعها، ديروها الفرماج اللي عندكم. انا درت لها اي مارتال غابي. تحبوا ديروا لها الفرماج تاع الدهنوسي، فاصون لكم الاختيار. تجي واحد البيتزا، واحد البيتزا بنينه. نجيبو الحشو تاعنا، شوف كيفاش راه هو كيف راهو يبان. نجيبو الحشو تاعنا نبداو نفرغوه على كامل لاباط ونسقموه. كيما هاكا على كامل لاباط. انا عندي لي طوماط سيشي قطعتهم كيما هكا، عندي لي زوليف الماء وسي قطعتهم قطع صغيره، نزيدهم سيغ ل يعطي واحد البنه سورتو ل طوماط سيشي تعطي كو مانيفيك. فوالا زيدو الزيتون وسي ومزوزه، ولا زيتون اخضر ولا كيما حبيتو. ما كانش ما ديروش سي با غراف. دونك زيدو لها شويه موزاريلا، شويه موزاريلا هكا من الفوق. لازم نشعل الفرن تاعي، راني نسيت مشعلتوش. فوالا غير هكا نشعل بكر. فوالا انا عندي الفور تاعي في البروغراماسيون دو بيتزا، تسمى يسخن ليلي. ندور لكم غير شويه باش تشوفوني كيفاش ندير لها. هنا نجي نروليوها كيما هكا، العجينه تاعنا نروليوها هكا، نشدوها بسياسه ديليكاتمون ونروليوها كيما هكا، متخافوش منها. هاكا شويه بشويه، لا تخافوا تلصق لكم، ديروا لها شويه فرينه تحتها. انا ما لصقتليش، درت لها شويه فرينه مي ماهيش تلصق. صافا وطموها هكا سيغ لي كوتي باش ما يسيح لكمش الحشو تاعك هكا. بسم الله بسم الله شويه بشويه حتى تكملوا العجينه تاعك. معها غير بشويه فوالا نجيبوها عندنا هنا نسقموها. هذه نغلقوها شويه كيما هاك، ديجا تغلق وحدها تلمو العجينه طريه بزاف. ديروهاش يابسه البنات، زيد لها انا شويه فرينه باش كنقصها ما تلصقش. غير هكا شويه استنى نغو بودا. دوكا نجيبو الموس تاعنا كيما هكا، نقيسو زوج صباع كيما هكا ونقسمو ونقصو. تحبو تقصوها بالخيط قصوها بالخيط،
خايفه غير نجرح البلون طراي تاعي. فوالا قيس دو دوا خمسه غير بشويه، عندكم برك على صباعتيكم وعندكم لي بلون طراي تاعكم. تتقص بالساهل كي عاد عندك موس مليح، تقصلك بالساهل. انا ديفا نقصها بالخيط، راكم تشوفوا كيفاش كيفاش راهي. هنا عندي البلاطي تاعي، فرشت الباكي كويسة ونحطها كيما هاك، ستبها كيما هاك، نكملهم كامل ونرجع. بون انا كملتهم، شوفوا كيفاش جاي. نعب نابيو عليه مغي كيما هكا، غير تو دوسمون ديليكاتمون، غير شوية نحبطوهم ماشي بزاف كامسا هاك لي دوا. نضغطو عليهم غير بالعقل، واحد العجينة ما شاء الله. انا درت هنا بيضه، ضربت بيضه وندهن، نجيو ندهنوهم غير ديليكاتمون غير بشويه هاك، ماشي بزاف، ماشي قادو ولا غير شويه كيما هاك، باش تعطينا هذيك اللون الذهبي هذاك الطيب زيتون. نكمل ندهنهم كامل ونديرهم في الفور يطيبو، كي يكملوا طيب نوريهم لكم. Regardez mes pizzas. Voilà, le four est très bon. Donc, il est très classe. C'est bon. Voilà, je vais vous faire. Voilà, la pizza est très bonne. Regardez. Elle est magnifique. Regardez. غادي كيش طايبه من التحت، حميمره كامله. غادي زدت تنفخت فرانشمون مانيفيك، زيدوا عليها غير شويه صوص حاره اللي يحب الحار. وبون ابيتي. الوصفه تاعنا راهي كملت، نخليكم على خير ولا بروشين غوسيت ان شاء الله. بوكو جيم بوكو جيم بوكو بارطاج سيل فو بلي. Merci beaucoup. À bientôt. Salam alaikum.